أنا أقصد أولا مسألة عدم الاستقرار والتغييرات المستمرة، يعني كل مرة يأتون بخطة جديدة وما منلحق نتعود عليها وإلا هني ملغوها. أجونا في خطة عزلة مرة وطلبوا من المعلم 40 ساعة داخل المدارس وظنوا أن وجود هذا الكم من الساعات في المدرسة يمكن أن يحل المشكلة، والآن هذه الخطة تبخرت والمعلمين أو المعلمون ما عادوا يمكثون في المدارس كل هذه الفترة. بعدين أجوا بخطة اللي هي التعليم ذو معنى لمدى مش معتيد، ثم جاءوا بخطة الوزير بنت اللي هو جاب عن قضية الماتماتيكا خميش أنه 5 وحدات رياضيات هي الأهم في التعليم، ولم ينجح فيه رفع النسبة إلى الحد المطلوب. والآن الخطة الأخيرة اللي هي عن تجدد التعليم التي لم تكتب لها الحياة وماتت قبل أن تولد طبعا بسبب التغيرات المستمرة في الجهاز السياسي في داخل البلاد. المشكلة الثانية تسييس جهاز التعليم، كل وزير يأتي يحاول أن يفرض أجندة أيديولوجية وسياسية معينة في غالب الأحيان تكون بعيدة جدا عن احتياجات جهاز التربية والتعليم، وهذا ما يجعل المعلمون والمعلمين في حالة من الإحباط والتردد والتغيير، كل مرة في شيء جديد، وهذا عدم الاستقرار يولد مشكلة كبيرة في هذا الجهاز. ثم هنالك مشكلة كبيرة أيضا في الفجوة بين المنشود والموجود، يعني العاملون في الحقل في جهاز التربية والتعليم يعانون من تحديات ومشاكل بعيدة كل البعد عن الجالسون في مكاتب الوزارة والذين ينظرون في خطط في كل مرة في برامج جديدة. إذا أردنا أن نغير طرق التعليم يجب أن نغير طرق التقييم، فليس من المعقول أن يحفظ الطالب كمية معينة من المواد، فهذه العملية أصبحنا نعلم من أجل النجاح في الامتحان وليس من أجل التعليم، والكل يعرف أنه سيرورة التعليم هي الأساس وليس النتيجة. وللأسف المدارس تقاس حسب النتائج وليس حسب سيرورة التعليم، وبالتالي نجد أن المدارس تعلم من أجل الامتحان وليس من أجل إكساب المهارات ومهارات المعرفة. يعلم الطالب كيف ينجح في الـ في الـ في الامتحان العملي، باخذه على المسارات اللي بيجيبوا منها مين الممتحن التستر، ولا يهتم كثيرا في تعليمه أسس السواقة إلا من رحم ربك طبعا. وبالتالي هذا الواقع لابد أن يتغير. الخطة كانت بارقة أمل، كان يمكن أن تساهم في التغيير، لكن للأسف الشديد جاء الآن من وأدها وهي ما زالت في المهد، وبالتالي سوف نعود من حيث ابتدأنا. طبعا يجب أن نشير إلى أن الخطة كانت سوف تبدأ على طلاب الصف العاشر، يعني طلاب الصف الثاني عشر والحادي عشر الحاليين هم خارج هذه الخطة، وبالتالي هم مستمرون كما حضرناهم وكما جهزناهم، وهم جاهزون 100% للتقدم للامتحان، وبإذن الله سيحققوا نتائج جيدة. طلاب العاشر الحاليين هم الذين يعيشون الآن حالة من التردد، مش عارفين هل يكملوا في مسألة المهمات التي فرضتها الخطة الجديدة أو البيتية، ولا يستعدوا الامتحانات بقروض شبيهة بالامتحانات اللي كانت في السابق، ولذلك هذه حالة التردد والإحباط. أنا أستطيع أن أقول أيضا الإحباط عند المعلمين. نحن للأسف يعني موجودين في درجة التنفيذ وليس اتخاذ القرار، هم يتخذون قرارات ونحن علينا أن نتأقلم ونحقق ونطبق هذه القرارات على أرض الواقع. طبعا هذا يثقل ويجعل علينا مسؤوليات كبيرة جدا. نحن بالخطة الجديدة خلال 4 أشهر السابقة قمنا بإعداد المعلمين، قمنا بإعداد الطلاب، بينا للطلاب أنه كل مسألة الامتحانات تغيرت، والمعلمين بدأوا بأخذ استكمالات معينة، لكن فجأة وجدنا أنفسنا نبدأ من المربع الأول ونعود إلى نفس الطريقة القديمة التي كانت سابقا. هذا طبعا يثقل على المسؤولية الإدارية في للمدراء المدارس، وبالتالي عليهم أن يتأقلموا من جديد لواقع طبعا للأسف لا ما زال مجهولا، يعني إحنا لا نعرف كيف سيتعامل الوزير مع الخطة الجديدة، أو هو ألغى خطة لكن حتى الآن بقول أنا بعدني ما أوجدت شو البديل للخطة اللي تم إلغائها. ننتظر ونرى ماذا سيحدث. إحنا وصلنا لوضعية اللي أول إشي منتبسم نتنهد نقول يا مرحب بجديد، فمعناش بعده أدنى معلومات عن التغييرات، نعرف إنه في تغييرات وكيف ما الخطة، يعني كل وزير بيجي شيء طبيعي بده يحط اللمسات بده يحط التغييرات تعينه. احنا كمدارس ايش بيصير في اشي مبلور
ببلغونا بالتغييرات الطارئة وكيف تعودنا نتأقلم بأي تغيير موجود. التغييرات كلها بعمل بلبلة، والبلبلة مش كثير مريحة بالتربية والتعليم، لأنه فيش إشي بيروح سدى. يعني أي هشتا الموت دورة استكمال للمعلمين، أكيد بتفعود بالفائدة الأولى للمعلمين. المعلمين التغيير بمسيرة التربية والتعليم جدا مهمة عند المعلم، ما بيظل مقوقع على خطة معينة. إحنا دائما نطلع على على أي تغيير منظار إيجابي فقط. والتغييرات إشي أساسي، التجديدات والتغييرات بتسلك التربية والتعليم. وكيف ما عودت أنا معلمينا إنه نتعود ونتأقلم بكل خطة جديدة وبكل برنامج جديد اللي من خلاله نستقبله أولا وأخيرا برحابة صدر. على قدم وساق المدرسة تعج بالطلاب، الطلاب ابتسامتها من الذان للذان بفوتتها على المدرسة. اليوم امبارح كان أول يوم، طلاب بالأخير فيش إشي وين تروح، فيش إشي وين تروحوا غير مدرستها، ملجأها الأول والأخير حتى قبل بيوتها. اليوم تركيز إنجليزي ورياضيات، مراجعات رياضي إنجليزي، تكثيف رياضيات ولغة عبرية.